عرف من كل ده معانا الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي من بلغاريا. كابتن ابراهيم مساء الخير. كابتن خالد ازي حضرتك؟ مساء الخير وعلى كل مشاهدينك الكرام، ربنا يخليك ومرسي على المقدمه الجميله دي، ويا رب دايما تبقى عند حسن ظن جمهور الاهلي، ودايما ولاد الاهلي بيرفعوا راسه وبيحققوا احسن نتائج في اي مشاركه هم بيشاركوها. كابتن ابراهيم، اللي احنا عارفينه ان النادي الاهلي خد المراكز الاولى، حصد تقريبا معظم المراكز الاولى في السباقات، 55 سباح بعثة، 55 سباح بيحصدوا 70 ميدالية، حصل الانجاز ده ازاي يا كابتن ابراهيم؟ بص هقول لحضرتك، هو طبعا المشاركات الخارجيه دايما ما بيبقاش الغرض منها ان انا احصل على اكبر قدر او ان انا احصل على البطوله، قد ما بيبقى احتفال قوي استعداد لبطولاتك الداخليه، وخصوصا ان دي بطوله مؤهله لبطوله العالم لحمامات السباحه الكورت او اللي هي مسافه 25 متر. فالبطوله طبعا تعتبر بطوله قويه جدا، في تقريبا كل الولاد محسنين في اوقاتهم وارقام سباقاتهم السابقه، وده الغرض الرئيسي من عندنا. احنا قبل ما نسافر كان في جزء من الاولاد اشتركوا في بطوله الجمهوريه للمسافات الطويله، وان شاء الله بعد ما نرجع خلال 10 ايام هيشتركوا في بطوله الجمهوريه للمسافات القصيره، ودي الهدف الرئيسي ليهم. هم عملوا نتائج مميزه جدا الحمد لله، حصلوا على العديد من الميداليات، 17 ميداليه ذهب للولاد و8 ميداليات ذهب للبنات، 9 فضه للولاد و11 فضه للبنات، البرونز 8 للولاد و6 للبنات، يعني الحمد لله نتائج مميزه جدا. السباح عمر عيسى حصل على ثاني افضل سباح في البطوله، السباحة ياسمين ممدوح حصلت على لقب ثالث أحسن سباحة في البطولة، السباح الناشئ أحمد سامح العجور حصل على أفضل ناشئ في البطولة. ده بيبين لك الحمد لله إن في منافسة وفي أداء وفي تقدم في الأرقام، ودي حاجة ممتازة ليهم، وحاجة بتبقى احتكاك خارجي ممتاز الهدف منه دايما إن هم يحتكوا بناس أقوى منهم وإن هم يحسنوا في أرقامهم. كابتن ابراهيم، دائما وابدا السباحه تحطيم ارقام، في ارقام عرفت في ارقام اتحطمت في البطوله دي، حصل الكلام ده؟ في ارقام، يعني السباحه سامح عمل ارقام، عمل رقمين للبطوله، احنا لسه الارقام ودي ارقام مميزه جدا، عندنا 2 سباحين ارقامهم اهلتهم لبطوله العالم. تمام، عبد الرحمن عدنان جايب 43% حره، وده رقم قوي جدا بالنسبه له، وعمر عيسى، عمر عيسى برضه تأهل لبطوله العالم. طبعا احنا بنقول ان الارقام دي مؤهله، لكن القرار النهائي لاتحاد السباحه بالاشتراك، ان هو اللي بيده قرار الاشتراك، لان ده بيبقى اشتراك من خلال منتخب مصر، فالقرار بيد الاتحاد، لكن ولادنا ارقامهم مؤهله، ارقامهم مؤهله للبطوله الحمد لله. في ناس كتيرة، المهم ان هم حاطينوا ارقامهم جدا، في الارقام دي هنراجعها مع الاتحاد ان شاء الله لما نرجع عشان نشوف ايه الارقام اللي اتحطمت من ارقام مصر في الشورت كورس، لان ارقام الشورت كورس عادة بتختلف على اللونج كورس في السباقات، فاحنا دي هنراجعها مع الاتحاد، ودي ارقام معتمدة في بطولة دولية، لو في ارقام اتحطمت لمصر ان شاء الله باذن الله الاتحاد يعترف باذن الله. كابتن ابراهيم، رايه بان سباح اديب، سباح كبير وعضو مجلس اداره، هنشوف حد زي احمد، زي خلف الله، علي خلف الله او احمد اكرم، رايك ايه؟ والله عندنا حاجات كثيره واولاد كتير مميزين جدا يا كابتن خالد، ومش عايز اقول ناس معينه، لكن عندنا احمد العجور، احمد سامح ممتاز جدا وخامه ممتازه، وان شاء الله يتم الاهتمام بيها. عندنا فريده ثروت، عندنا سباحين كثار قوي، وعندنا اولادنا مميزين جدا في خامات ممتازه تقدر تعادل. عبد الرحمن عدنان خامه ممتازه جدا، ولو خد اهتمام هيقدر ان شاء الله يبقى منافس قوي، يبقى منافس قوي
لعلي خلف الله، وده اللي يخليهم هما الاثنين يتقدموا ان شاء الله. انت طبعا عارف حضرتك ان احنا مجلس الاداره بيعمل مشروع لاعداد البطل الاولمبي والاهتمام بالاولاد المميزين اللي ممكن يبقى ليهم شان في الاولمبيات اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله. طبعا دول حاطط اساميهم من المرشحين، هيبقى ليهم برامج مخصصه، والناس المسؤوله عن البرنامج ده هيتم الاهتمام بيهم. اللي عايز اقوله برضو ان احنا عندنا السباحه سانتي من النادي الاهلي مشاركه حاليا في الاولمبياد، وهي عشان كده ما قدرتش تشارك معانا. فالنادي الاهلي مليء بالخامات الممتازه من ابنائه اللي ممكن ان شاء الله يكونوا مؤهلين، ودايما كلهم يبقى تنافس ما بينهم جامد باذن الله. كابتن ابراهيم الكفراوي شكرا جزيلا، والف الف مبروك، وان شاء الله السباحه في تقدم، وان شاء الله باذن الله يكون ولد او سباح او سباحه من ولاد النادي الاهلي يقف في منصه الاولمبياد في المرحله الجايه باذن الله. شكرا كابتن ابراهيم.